السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. عدت لجنة الصحة النيابية تردي الخدمات في البنية أو في الأبنية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية، لا سيما انقطاع الكهرباء وما تسببه من خطر على الأجهزة الطبية وبخاصة حياة المرضى، يعد مؤشرا على تردي البنية التحتية الصحية ويدفع نحو التفكير بالخصخصة. أضافت لجنة الصحة النيابية أن أي انقطاع للكهرباء يهدد حياة المرضى رغم وجود مولدات، لكنها هي الأخرى معرضة للأعطال ونقص الوقود وعدم انتظام طاقتها، والذي يؤثر في بعض الأحيان على الأجهزة الطبية، ما يعني ضرورة إبقاء الكهرباء مستمرة في جميع المؤسسات. وأظهرت صور ملتقطة من قسم غسيل الكلى في مستشفى الشهيد فيروز في قضاء الحي بمحافظة واسط تعطل المكيفات داخل القسم وتفاقم حالة مرضى غسيل الكلى الذين يعانون بالأصل من الآلام الكبيرة بسبب هذا المرض. دعونا نشاهد. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. تحولت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي داخل المستشفيات إلى ظاهرة خطيرة تهدد صحة وسلامة المراجعين في المستشفيات، مع إمكانية تعطل الأجهزة الطبية وتأثيرها على أرواح الراقدين في تلك المستشفيات، خصوصا الأجهزة الحيوية المرتبطة بالتنفس وغيرها. في مستشفى أبو غريب غربي العاصمة بغداد أظهرت صور ملتقطة من داخل أروقة المستشفى انقطاع التيار الكهربائي في ظل عدم تشغيل المولد الكهربائي للمستشفى وسط حالة من الاستغراب ما بين صفوف المرضى ومرافقيهم. لنشاهد. دعونا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. أكرم يقول: السوداني مثل ألو عماد، دخل مستشفى الكاظمية سواله هوسة وراح غلس على وضع الصحة بالعراق. تعليق من حمزة يقول: لا تهفون لا يعاقبوكم، ممنوع واحد يهفي داخل مؤسسات الدولة. رياض يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أولاد المسؤولين تمرضوا هم يكون هذا حالهم؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. هاشم يقول: يعني ماكو مسؤول محافظ مدير مستشفى يشوف حال المرضى؟ هكذا يتساءل السيد هاشم. معنا اتصال. السيد أحمد من البصرة، تفضل حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا متصل على موضوع مناشدة الحقيقة. هو تفضل. احنا موضوعنا انه مجموعة من طلبة جامعة البصرة، نعم، كلية الطب، نعم، اللي صاروا يعني انه قبل حوالي اسبوع الكلية انطتنا القرار سوته من 5 إلى 10 درجات ليلته، وطلاب استلمت نتائجها وبعض الطلاب تخرجت، واكو طلاب تخففوا مواد الرسوب لهم، واستلمنا النتائج بشكل ورقي يعني ومختومه من الجامعه. بس تفاجئنا انه البارحه الكليه تراجعت عن القرار. شنو السبب؟ يعني السبب غير معروف. احنا حاكينا العماده، حاكينا حتى رئاسه الجامعه، اي مسؤول بالكليه او بالعماده نساله ما يجاوبنا جواب واضح وصريح.
حاليا يعني الطلاب اللي نجحوا واكو قسم من الطلاب تخرجوا ورجعوهم راسبين، فاحنا نريد نوصل صوتنا للجهات المعنيه وزاره التعليم العالي. طيب سؤالي يا احمد، هذا الكلام تم تطبيقه في كافه كليات او جامعات العراق ولا كليتكم انتم بالذات؟ نعم هذا طبق في كليات البصرة، بعض كليات البصرة. بعض كليات البصرة، يعني مو كل الكليات. نعم كلية الطب العام طبق، جامعة المعقل الأهلية أيضا طبق. نعم. وكلية التربية كذلك وهندسة النفط والغاز. لكن الكلية الوحيدة اللي سحبت القرار وتراجعت عنه هي جامعة البصرة كلية الطب. دونا عن بقية الجامعات أو الكليات الأخرى. نعم نعم بالضبط نعم. إذا هذا قرار يعني يبدو شخصي أو فردي باعتبار أنه بناء على ما تفضلت ليس تعميما من قبل وزارة التعليم العالي. نعم نعم فقط كليتنا اللي صار بها هذا الإشكال. يعني ما حد انطاكم جواب على هذا التصرف؟ نعم المشكلة مو مناشدتنا، يعني هسه احنا الغاية من مناشدتنا، أهم شيء يعني أنه نعرف السبب أقلها، لأن ما حد جاي يجاوبنا، احنا صار لنا يومين. ما خلينا شخص ما ناشدناه، بس نريد نعرف السبب، ما حد جاي يقول لنا السبب الحقيقي. سيد احمد انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه، وان شاء الله هذه المناشده وهذا الصوت يصل الى من يسمع والى من يهمه الامر فيما يتعلق بالمشكله التي ذكرتها. مشاهدينا الكرام ننتقل الى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقه، دعونا نتابع ما لدينا. دعونا ننتقل إلى الموضوع التالي مشاهدينا الكرام، لدينا مجموعة من المقاطع التي نود أن نعرضها لحضراتكم الآن في هذا السياق لنتابع ثم نعود. قل لي متى أبر؟ شفت أرجع 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 إلا أعطيك ورقة. يا أبا شنو ورقة هذه؟ ما يعني شايل ورقة عادي. طشق لي ورقة من الدفتر. على شنو؟ إلا عند أعبر يعني أرجع البغداد. شكد رادوا منك؟ رادوا من عندي 5000. يعني على كل سيارة 5000 ياخذون. ديران مشغال راضي شايل موثقة راضي. يعني ما يحتاج انه اشيل وصل او شيء. هو ماكو حتى وصل، شوف هو يعني ورقة، ورقة بيضة. بيضة تمام. سيطرة التازل. ممنوع. الومك يا بيان. شوف شوف الوصل جيبي 27 تازه جيبي هذا الوصل. ننتقل الى مقطع اخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. يعاني اصحاب شاحنات نقل البضائع في الطرق الخارجيه لكركوك مركز محافظه التاميم من سطوه القوات الحكوميه واجبارها لهم على الانتظار ساعات طويله في طوابير تصل الى بضعه كيلومترات لدفعهم إلى دفع الإتاوات للخلاص من هذا الانتظار الطويل، خصوصا أن أغلبهم ينقلوا بضاعة قد تتلف في درجات الحرارة المرتفعة. أحد سائقي الشاحنات وثق في مقطع مصور خلال فترة انتظاره شهادته، أيضا وثقها خلال هذا المقطع. دعونا نستمع إلى ماذا قال بشأن هذا التعذيب الذي تستخدمه أو هذه وسيلة التي تستخدمها السيطرات الحكومية والقائمون عليها في مناطق مختلفة من العراق، لنشاهد. سيادة رئيس الوزراء، وزارة الداخلية، هذا السايد، هاي سايدين، للسايدات 4 5، هاي 6، هاك 7 8، يعني هاي العالم، شوف هاي العالم من الصبيح لحد الآن. يعني مشوا لهم كل ربع ساعة سيارة من كل سايد، وهاي العالم باقي هنا، يقولوا لهم قم ريد، ياخذون منهم فلوس، والله هاي العالم هالشكل، يعني من الصبح لحد الآن، شنو ذنبها هسه هاي العالم؟ شوف وزير الداخلية سألوه قولوا ليش هيك عم يسوون بالعالم؟ شنو ذنب هاي العالم؟ العالم هسه شنو ذنبها؟ يعني محملة وقاعدة حمولها هنا، قمرك سيطرة كركوك، هاي سيطرة كركوك من جهة أربيل تجي، هاي سيطرة كركوك، يعني حمل رقي يبقى من الصبح لليل هنا، شنو ذنبها العالم؟ هاي يلا عالم شنو ذنبها؟ يلا
سيادة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بلكي تراجعنا على هاي سيطرة كركوكو، وإن شاء الله ما تقصرون ونترجى منكم خير. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو محمد يقول: هذا التأخير يساهم برفع أجور نقل البضائع وبالتالي يؤدي إلى رفع السوق، والجاني كالعادة هي الحكومة والمجني عليه والضحية هو المواطن. محمد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، عليكم يا ظالمين، شنو ذنب هاي العالم؟ الفقرة ليش هيك محاربين السائق الفقير العايف أهله بسبب العيشة الصعبة؟ تعليق من أبو نجم يقول: والله هاي جريمة من قبل الحكومة بحق هالمساكين سواق الشاحنات. أبو عباس يقول: كل هذا الازدحام من وراء السيطرات، الله ينتقم منهم بحق الحسين. هكذا يرى أو يقول السيد أبو عباس. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة أو هذه الحلقة. تهتم دول العالم بشبكات طرقها وجسورها وبناها التحتية، فيما تواصل طرق وجسور العراق حصد الأرواح لتتحول إلى طرق موت لكثرة الأرواح التي كانت ضحية لتهالكها وفساد الشركات القائمة عليها، والتي تتعاقد معها دائرة الطرق والجسور إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. ويتساءل مواطنون عن مصير الأموال المستحصلة من أصحاب المركبات كرسوم للطرق والجسور، والتي تدفع إلى مديرية المرور العامة ودوائرها المختلفة ضمن قانون رقم 40 الذي بدأ تطبيقه في العام 2016، وعن التخصيصات المالية ضمن الموازنة المالية المخصصة لتأهيل الطرق والجسور وإنشاء جديدة ضمن مواصفات رصينة في وقت ما تزال فيه الكثير من الجسور مهملة ولا يوجد لها الجهد الحكومي لصيانتها وإعادة تأهيلها، ما يجعلها عرضة للانهيار كما حدث مع جسر ناحية العدل الذي تعرضت أجزاء منه للانهيار بعد تحطم لوحاته المعدنية بسبب تهالكها ولغياب تنظيم السير الذي سمح بمرور شاحنات الحمل الثقيل للمرور من فوق هذا الجسر المتهالك. لنشاهد. هذه المشاكل لا تقف عند هذا الجسر فقط مشاهدينا الكرام، نبقى في ذات السياق، حيث تواجه البلاد عدة مشكلات بينها خدمية تخص الطرق والجسور التي تحولت إلى أحجية إثر صرف المليارات عليها لتعود مجددا بعد فترات وجيزة تعاني من التخسفات وتهالك البنية التحتية في مشهد يتكرر دون معالجة حقيقية، إلى جانب الإهمال الذي تسبب بانهيارات في جسور شيدت قبل عدة عقود كما حدث مؤخرا مع جسر الطبر المؤدي إلى قضاء الكحلاء في محافظة ميسان. لنشاهد. احنا من خلال هذا تصويرك، من خلال الواد الواقفة، نحب الناشد على دواي، نحب الناشد مرور ميسان، يعني انت بس تاخذ من السيارة الطرق والجسور، نحب الناشد السيد مدير الطرق والجسور، قائد عمليات، قائد شرطة ولا آخره، يعني محمد شيع السوداني، يعني احنا شنو ذنبنا وبأي سبب الجسر صار له أربعة أيام ما حد يجي وينشد فيه؟ يعني هاي الناس شنو ذنبه؟ أبو شغل معطل شغله، أبو عمل، أبو دوام، يعني احنا إلى آخره نسوي، بس احنا مسلمين أمرنا ومسلمين ضيمنا بيد رب العالمين، وإن شاء الله بخت بداه كل من عنده جار، بخت الحسين كون حوبة هاي الوادم تطلع وهاي المسؤولين، وهاي المسؤولين تطلع. وان شاء الله ان شاء الله تبين حوبه هاي الوادي. انا المسؤولين الطرق والجسور المحافظ غيره احد قائد العمليات، هسه هاي الوادي كلها منتظر جاهده وساكته، هو شيء بسيط كلش بسيط، هو حتى قبل مكسوم من زمان مكسوم، حط له ريح وحيد شوفه ذاك وشيل التغيلات صلحوه وحطوا لكم حديده هنا على مود التغيير الثقيله ما بتعدى عليك. احنا
نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. سجاد يقول: عمي هو جسر صار لسنين متهالك بدون صيانة، حقه يوقع، منطقي. علي يقول: إيش جايها جسور العمارة يومية واحد ذاك اليوم مال كحلاء هسه هذا. تعليق من جواد يقول: متوقع، فالغش ديدا أساس المقاولين. تلك المحافظة تلقى المحافظ مقاول والقائم مقام مقاول وأعضاء مجلس المحافظة مقاولين. عباس الجنابي يقول: كيف لشاحنة قاطرة ومقطورة ومحملة بأكثر من 30 طن المرور على جسر حديدي؟ يتساءل السيد عباس. دعونا نستمع مشاهدينا الكرام الآن إلى رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. يسلمك. حياك الله. أهلا أستاذ العزيز. هذا الوضع سولف بيه. هذا الوضع يعني احنا من نحكي ماكو حكينا هو بشبش بالنسبه لهذول المسؤولين، يقولون مسؤولين هم، مو مسؤولين، ناس حراميه هم. ناس حراميه. يعني انت من تقول هسه هذا على التعليق من يقول المقاول هو القائم مقام والمقاول هو المحافظ والمقاول، صحيح. صحيح انا اي كلامه. نعم. لان هسه من تجي تقيس ماكو اكو شغلات عم تنفذ مليارات مليارات يعني مليارات تعمر مو بس عراق، لو عراقين يعني هاي الصحراء ماكو مال رمادي. واي صحراء خلينا نقول بس ما يصير بحد بها عراقين النور. بس نعم. بخت منه بخت الحراميه هذول الفلوس. جسر متهالك زين، انت جسر متهالك زين. هم نرجع نرجع والله خلي شو البعثيه يوم نشتغل شداعش. يعني مو انت مقاول وانت قيم مقام وانت قيم مقام. بس القيم مقام هسه هو حيجي اعتبار عامل خدمه للاحزاب مالته. القاضي نفس الحاله، القاضي يجي تابع الحزب. تدري يا ابو عبد الله ممكن يطلع المسؤول، وهذا الامر صار في اكثر من مناسبه، يطلع يقول الفساد هو اللي سبب انهيار هذا الجسر. طيب من هو الفساد؟ شنو الفساد؟ من الذي يمثل هذا الفساد؟ طيب انا اقول لك من الفساد استاذ العزيز. الفساد مع احتراماتي للعشائر العراقيه الطيبه، الفساد الشعب العراقي. لان الشعب العراقي لو يكون على الفساد هذول الناس الوسخه ويطلعهم حيش السامع مع احتراماتي لك وقناتك، يطلعهم بالقنادر، هو احنا الفساد. ولهذول المفروض تثور ضدهم وتطلعهم. هذول ناس قذره، ناس وسخه، جابتهم امريكا وجابهم برايمر القذر. برايك ابو عبد الله، يعني هذا السؤال يعني يدور الان في كثير من الاوساط العراقيه، انه لماذا لغايه الان هناك سلبيه بعض الشيء من المواطن العراقي تجاه هذا الظلم المستمر منذ 20 سنة، رغم كل الثورات، رغم المظاهرات، رغم القمع، لكن تمر فترات تشتد القسوة من قبل النظام الحاكم، لكن مع هذا يستمر الصمت. يستمر الصمت لأن شوف أنت عندك ثورة 20 أو ثورة 20، يعني هاي الثورة صارت، دخلوا ناس مخمورين، دخلوا ناس مع احتراماتي للثورة هاي العظيمة الحلوة، دخلوا ناس بيها ماخو سمحة الثورة، دخلوا ناس عدنا جابوهن من الملاهي ماخو. من هم اللي دخلوهم يا أبو عبد الله؟ الأحزاب. تمام، هذه محاولات ضرب، هذه معروف، هذا الشيء معروف، محاولات ضرب أي ثورة تخرج ضد نظام فاسد. نعم. لكن مع هذا يعني مع هذا مهما حاولوا تسقيط ثورة تشرين حقيقة فشلوا هم في كل مساعيهم، ولجأوا إلى دعشنتها ووصفها بالبعثية وغيرها، يعني هذا الموضوع معروف. أبو عبد الله، تتوقع بسؤال أخير، تتوقع أنه الوضع ممكن يتحسن إذا استمر على ما هو عليه؟ لا، ما يتحسن نحو الأسوأ. إذا يستمر هيك يصير نحو الأسوأ. لأن هذول يروحون زايد، يروحون روني، يقول لك هذا الشعب ما يحكي، أنا أبوقي بكيفي، مو ناشد عليه. وهم نفسهم ماكو، خلي يطلع واحد يحكي على المي اللي انقطع من تركيا، خلي يحكي على المي اللي انقطع من ايران. نعم. انت البارحه من اللي يبيع مقصر باشر يبيع الموصل، وراه يبيع كلر، يبيع كفري. نعم. لايران، يبيع سليمانيه لايران، كل شيء توقع من هذا البشر، لان يعني هو مو ناشد، هو مو عراقي، هو اصلا مو عراقي، خاف يحكي باللهجه العراقيه. بس هو راضع حليب مال غير دوله. شكرا جزيلا سيد ابو عبد الله من صلاح الدين. ويانا السيد أبو عمر من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد، وياك أبو عمر تشريني من ذي قار. حياك الله، كل الهلا، تفضل.
شلونك عم استاذ؟ الله يحفظك يسلمك. طبعا انا اشكر المساء المواطن حشك على تشرين. احنا طلعنا تشرين، انا تشرين لحاكي. نعم. تشريني يعني مو تشرين تشريني. نعم. زين. طبعا طلعنا عليهم. زين ذولا شلة فاسدة. شلة نعم. فاسدة. لا الكهرباء قصرفوا عليها، لا مياه لا كهرباء، كهرباء تنقطع، يعني أذوا المواطن العراقي هم. يعني أذوا المواطن العراقي بالذات، يعني حطموا شغل لك البنية التحتية برمتها. معني أستاذ محمد عمي وياك يا أبو عمر. نعم. زين يعني هاي التريونات هاي انصرفت على الكهرباء، يعني على المشاريع، يا مشاريع هاي في مشاريع متلكئه، يا كهرباء ها صاركم 2023 يعني انت تسوونها بعد 2100. ابو عمر سؤال بلا زحمه عليك، يعني تفضلت تحدثت عن تظاهرات، وقبل شوي الاخ ابو عبد الله من صلاح الدين ايضا تكلم عن تظاهرات. ليش ما كانت هذه التظاهرات اللي صارت عبرة للمسؤول انه يعني انتبه احذر اعمل، لانه الناس ممكن باي لحظة تنفجر عليك. من 2011 من ثورة 25 شباط اللي قمعها المالكي، مرورا بتظاهرات المحافظات المنتفضة المنكوبة الان، وصولا الى ثورة تشرين، كلها مراحل المفروض توصل رسائل الى هؤلاء المسؤولين، لكن يعني اللي يبدو الواضح ان هم ما مهتمين بهذه الاصوات. اليس المفروض او المفترض بالمسؤول انه عندما ينظر الى هذا الضغط الشعبي والى هذه الاصوات انه يستحي على نفسه شويه ويشتغل؟ مثل ما تفضل استاذ محمد، طبعا ثوره تشرين ثوره عالميه، ثوره يعني ثوره شريفه، يعني ثوره من نبع عراقي. نعم. مو يعني ما تابع الدول، سوونا ولد السفاره، سوونا يعني كل شيء خلوه بينا هم. فانتم يعني من هاي العبره يعني ما خفتوا، يعني ما نظرتوا للعالم تكتلت، العالم راح الشهداء اطوا جرحى. واستاذ محمد راح اقول لك على الشغله هاي، يعني هاي ابدوا عليها من قناتكم الشريفه قناه الرافدين، ارجوك الله عليك. تفضل. بالله عليك طبعا بالنسبه لا يدمجون ويانا مال شهداء مال حشد، احنا شهداء احرار يا لولا، وهاي تطالبون بالشهداء مال جرحى بشرفك. بس لحظه على كيفك، بس على كيفك يا اخي. والله ما دا افتهم عليك، شو تريد توصل يا ابو عمر؟ تفضل على كيف. بالنسبه هاي رسالتي اوصلها لقناه الرافدين والشعب العراقي. نعم. طبعا خلي العالم هاي مال ثوره تشرين، خلي يعني يعطونا حقوقها. نعم. يا لولا الاحداث لا يدمجون انا مال الحشد وماشيين، لا عم احنا ناس عراقيين. فهاي طالبون بينا استاذ محمد. نعم. هم اول شيء خلي يعترفون بكم متظاهرين سلميين قتلتوا بدم بارد، خلي يعترفون بالجريمه اللي ارتكبت ضد المتظاهرين، خلي يعاقبون قتله المتظاهرين، وبعدين نتكلم عن الحقوق. هم أصلاً ما معترفين بهذه المظاهرة، بهذه الثورة، ما معترفين بالشباب اللي انقتلت، بالمصابين اللي أعدادهم أكثر من 50,000 أو 5,000. أي والله 50,000 والله. نعم. العظيم 5,000 معوق. نعم. 30,000. طيب القصد أن هم ما معترفين بأعداد بالناس اللي ظهرت، بالعراقيين اللي خرجوا، تريدهم ينطوكم حقوقكم؟ يعني اعتقد مو منطقي هذا الطلب من قبل، او مو منطقي هذا الطلب من هؤلاء. نعم 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 استاذ محمد، هذول الاوباش لا ما ينطون، هم ما ينطون، هم هذول يعطون الشلل، هم شلل مال هذول مال الحشد ماشيين، هم ينطون. صحيح. شكرا جزيلا ابو عمر من الناصريه، انا اشكر حضرتك. طبعا اكثر من 1000 شهيد في ثوره تشرين، و30,000 جريح، 5,000 منهم أصيبوا بإصابات خطرة تعوقوا على أثرها بسبب القمع الحكومي مشاهدينا الكرام في ثورة تشرين آنذاك. ويانا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي ثورة تشرين قادتها طاهم مناصب وطاهم مقاولات انتهت ماتت.
ثورة تشرين حصلت بالماتت. بس لحظة، ثورة تشرين يا ابو عمر منو قادة ثورة تشرين؟ هو مو موضوعنا حتى، بس لنطلع عن القضية لأن احنا عرضنا ملفاتنا، نتمنى منكم التعليق عليها. بس ثورة تشرين ما كان لها قيادة، ما كان لها قيادة حتى نقول انه اشتروا قادتها يا ابو عمر يا ابو علي. اشتروا قادتها حبيب الله وكيلك، جيب لنا اسرائيل. منو قادتها؟ منو اليوم قادت، منو اليوم قادة ثورة تشرين؟ من امه؟ والله ما منتبه لها، بس امر الشعب بالانتخابات وطاهم كراسي وطاهم فلوس انتهت وطاهم محاولات انتهت. اذا حضرتك يمكن صاير عندك، حضرتك صاير عندك سوء فهم ما بين المتسلقين اللي حاولوا يبينون او يصدرون نفسهم على انهم قيادات ثورة تشرين، وما بين مطالب الثورة الرئيسية القاضية بإنهاء النظام السياسي ورفض المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال. حتى نبتعد عن هذا اللبس، أنا أريد منك تعليق على قضية استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات بالعراق اللي تؤدي إلى تفاقم معاناة المرضى. ليش ما يلقون حل لهذا الموضوع في وقت طلع به محمد الشيع السوداني يقول الله لا يوفقنا على هذه الخدمة؟ والله عزيز ان الصحة والكهرباء طاهم للتيار الصدر بزمن المالي بزمن الكاظمين. نعم. واستحق التيار الصدر، اخذ فلوسه وخلاها لها كما كانت. الله وكيل، جيب لنا دولة جيب اسرائيل حطيها حكومة اشرف من دول اللي يمدحون اخوتنا هم جذبوا عليه الحرامية. الله وكيلك، عشت الكلاب عشتنا بالعراق. طيب. كان يجي اي واحد يجي يحكم للهواء. شكرا جزيلا يا ابو علي من الديوانيه. سيد ابراهيم من كركوك تفضل. الو. تفضل يا ابراهيم، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد ابراهيم تفضل. فقدنا الاتصال ويا سيد ابراهيم من كركوك. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه وننتقل إلى موضوع آخر. شيئا فشيئا بدأ التصحر يغزو المدن العراقية مع اندثار بساتين النخيل والحزام الأخضر الذي كان يراد منه حماية العاصمة بغداد من العواصف الترابية. الحماية الطبيعية لبغداد تعرضت للإهمال خلال عقود من الزمن، فضلا عن قطع ما تبقى من الأشجار عبر الاستيلاء الممنهج على الأراضي والمساحات الخضراء كما حصل في حزام بغداد ومناطق في العاصمة. وتسارعت هذه الخطوات وتحول قطع الأشجار إلى ظاهرة تمارسها يوميا أمانة بغداد والقوات الحكومية. وأضحى من غير المستغرب أن تقطع شجرة في بغداد لتتوقف بدلا منها سيارة شرطة كما حدث في المنطقة الخضراء هذا اليوم، وفقا لما تداوله عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي. لنشاهد. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. ويبدو أن كل شيء يرتبط بتاريخ وإرث العراق تحول لهدف للإزالة والتجريف كما حصل مع مسجد السراجي في البصرة جنوبا، وكما يحدث مع الأشجار المعمرة في العاصمة بغداد والتي تقلع من جذورها دون أن يتم نقلها وفقا للطرق الحديثة لنقل الأشجار مقابل أن يتم رصف الجزرات الوسطية بالبلاط المقرنص الذي تحول لباب من أبواب الفساد في العراق. دعونا نشاهد كيف علق أحد المواطنين على هذه الظاهرة الخطيرة على البيئة في بغداد. لنشاهد. أعمارهم 50 سنة و60 سنة قصقصتوهن، ليش حتى تطبقون قرنص؟ لك الله ينتقم منكم دنيا وآخرة. كافي رصيفهم قرنص كافي. شارع هذا مال الجادرية فلشوه بيوم واحد 6 أشهر قاعد يتمعمرون بي، رصيفهم قرنص. شارع فلسطين فلشوه بيومين صار له سنة كاملة معلعلة. كافي لعبة نفسنا، لا وايرات لا مولدات لا محولات، مكلبين بالمقرنص والأرصفة، بالمقرنص والأرصفة، كافي.
نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. كانت وزارة الزراعة في العراق قد أشارت في وقت سابق إلى حاجة البلد إلى أكثر من 14 مليار شجرة لإحياء المناطق التي تعاني من التصحر، وبدلا من تنظيم حملات تشجير وطنية تسارع أمانة بغداد إلى إزالة الأشجار المعمرة في منطقة الكرادة بهدف توسعة الطريق دون أن تعير لهذه الأشجار أي أهمية، كما تعير الدول المتطورة الأهمية لهذا النوع من الأشجار المعمرة. دعونا نشاهد كيف علق أحد الفنانين العراقيين على هذا الموضوع. بعض الأشياء اللي هي صعبة جدا اللي هي تقطيع الأشجار، الأشجار اللي يمكن أكو أشجار مرة 50 سنة و60 سنة و100 سنة، وأهالي الكرادة يعرفون وبلدية الكرادة تعرف يمكن بهذا الشيء قيمتها الكبيرة، يعني قيمتها العمرية وقيمتها الجمالية وقيمتها الإنسانية. 150 سنة وتقطع، كان المفروض يصير معالجة أخرى غير التقطيع، وإحنا من نسوي هذه الفيديوهات ونقولها هذه الحالات هو حبا ببلدنا، حبا ببغداد، حبا بالكرادة. نتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. رائد يقول: يا أخي الكريم، إذا كان جامع عمره 300 عام تم تسويته بالأرض وهو مسجل كتراث حضاري في السجلات الرسمية والمفروض يتم الحفاظ عليه وبالأماكن وبالإمكان معالجة موضوعه بسبل أخرى بدلا من هدمه، فالشجرة هنا يصبح أمرها هين للأسف، وأغلب الظن أن من قطعها قد باعها لأصحاب السمك المزقوف والله أعلم. وأنا هنا لا أستهين بالشجرة قطعا، لكني غير متفاجئ مما حصل، فمن يستهين بجامع يذكر فيه اسم الله تعالى يستهين بما دون ذلك. لدينا تعليق من قاسم يقول: عمي قسما بالله العلي العظيم، هاي الحكومة والحكومات السابقة جاءت لتدمير العراق وتدمير البنى التحتية، لأن كلهم غير مؤهلين لقيادة 5 أشخاص وليس لقيادة بلد. علاء يقول: جريمة قلع الأشجار المعمرة، وخصوصا أن هذه الأشجار تتميز بأنها صديقة للبيئة وزرعت في الحقب الزمنية الماضية وفق خطة مدروسة. تعليق لدينا من المهندس ستار يقول: لماذا لم يتم نقل الأشجار والنخيل إلى أماكن أخرى؟ هذا القطع الممنهج وراء أجندة تريد أن تشوه صورة البلد للأسف. ويانا السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم. أثار الأشجار والنخيل أن هذا سريع الدورة. نعم. الله عليك، كان يسب الخضار والهواء النقي، هسه جرفوه كله يبيعوا قطع أراضي. نعم. واحد متنسب أخوه في البرلمان. نعم. وهم يعني ما اعرف يعني شلون شو يقول. شلون تسمح الدوله يا ابو علي باعطاء هذه القطع الزراعيه، قطع الارض الزراعيه المحيطه ببغداد على شكل مساطحه 20 سنه او 25 سنه، بعدين اللي اخذها من الدوله يبيعها على قطع مجزأة وتبنى عليها مساكن مباني سكنيه وتصبح امر واقع مفروض على الحكومه؟ ليش اصلا تسمح بهذا الشيء؟ هم المفروض هم المطيم ضوء الاخضر، يعني اساس قلت لك سريع الدوله كان بساتين حلوه وخضار. نعم. ومنظر حلو وهواء نقي، ويعني سووها ارض جرداء ويقسموها ويبيعوها للعالم. صحيح. عندي سؤال يا ابو علي، قبل شوي عرضنا مقطع بغداد عمليه. نعم. قلع الاشجار حتى يحطون بدلها مقرنص على الرصيف، يعني حقيقة يعني بس عفوا يعني منطقيا والموضوع كلش بسيط، حتى لو حطوا المقرنص هل يستوجب الموضوع إزالة الشجرة؟ يحطون المقرنص داير مدايرها وتظل موجودة على الشارع وتسقى بطريقة معينة وفق خطة معينة لا تؤذي الشجرة، أو يتم نقلها إلى أماكن أخرى؟ طيب ليش تقصوها؟ أخي هم جايين تدمير، وهذا المقرنص فيه فائدة مليارات. نعم. هاي معاملهم ومصانعهم مع المقرنص ويدمرون البلد صورة أو بوق. يعني وزارة الزراعة أعلنت عن خطة زرع
14 مليار شجرة، وين بوادرها إذا أنتم قاعدين تقلعون بالأشجار؟ بس بس إعلانات. نعم. ليه أسأل على الانتخابات؟ لا بحين نفسهم هم الكتل السياسية الكبيرة. أنت بكل ما تسابق على هالكتل على الانتخابات، سووا مي، سووا كهرباء، بلد شوارع، انتقطع أراضي للعالم. يعني شديد بعد الانتخابات. دي يستابقون ودي يتعاركون على الانتخابات هم الكتل السياسية الكبيرة ومعروفة كل العالم عرفته. يعني أنا واحد من الناس يعني دماغ لها يقوم يشيردون بعد يشيردون. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو علي من بغداد، ويانا السيد أبو زكريا من صلاح الدين، تفضل يا أبو زكريا. مساء الخير. مساء النور، حياك الله وحياك أستاذ محمد العزيز. أستاذ محمد أنا أريد أوضح كم نقطة طبعا من قناتكم وقناة الرافدين. أول شيء تخص طاقة الكهرباء. أستاذ محمد، طاقة الكهرباء خلانا خدمة الموضوع أقول لك، عندي صديقي يحكي لي قرايبة يداوم بحدود إيرانية عراقية. طيب. وحرس أبراج طاقة. نعم. يقول يوميا يجينا تفجير أحد أبراج الطاقة. الضابط مال يعني الضابط المنطقة قرر بالليل يطلعون دورية على هاي أبراج الطاقة، يقول لزمنا اثنين. طاردين الماطور خلوا ابوات على الابراج لزمناهم. طيب. بعد الضرب وكتل ايش قالوا؟ قال طلع هوياتنا بجيبنا، لما طلعنا هويات بجيبهم يقول من حزب الله اللبناني. طبعا. يابا ليش هيك تسوون؟ قال احنا مامورين. يخابرونا روحوا فجروا فلان برج تحصلون هالقد اكراميه. نعم. وسووا بيهم وراها؟ بدياله. خلي خدمك. أي. يقول بعد ما سلمناهم للقيادة هذول هيك يسوون، بدل ما يعذبوهم ويسجنوهم نقلوا ضابط مالتنا لأطراف رمادي بالسحاري. نعم. ليش؟ لأن لزمهم. صحيح. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، ثاني نقطة مسألة قانون عفو العام. عفو العام تدري ليش ما يثبتونه؟ ليش ما ينطون قرار عفو العام؟ أنا أقول لك ليش. الرئيس الجمهورية القبل جلال طالباني، وراها فؤاد معصوم، وراها دكتور برهان صالح. هذول قوة الإطار ضغطوا عليهم لو منصبك لو ترجع قانون الإعدام. ليش؟ لأن أكو أكثر من 8000 سني بالسجون محكوم عليهم بالإعدام، والإعدام هذول ما طبقوا. أتى ضاغطين على منو؟ على رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد. لو منصبك لو ترجع هذا القانون على الإعدام. على مود هذا هو موجود ترى يا أبو زكريا، القانون بعد قائم بس ما طبقه. هو مو قضية تطبيق، هو القانون قائم يحتاج إلى توقيع من رئاسة الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام ليتم تنفيذها. هاي الآلية اللي تمشي بها هاي. أي نعم. أي هو ما هو هو ما يطبقها. قبل جلال طالباني ما طبقها، وفؤاد المحصول ما طبقها، والثالث برهان صالح ما طبقه، وهذا ما يريد يطبقه. صادقوا على فكرة كل اللي تفضلت بذكرهم صادقوا على أحكام إعدام نفذت بمعتقلين عراقيين في السابق. وهذا الموضوع قاد الى ظهور الى خروج ادانات دوليه كثيره حذرت من ان العراق يسير بطريق متسارع صوب تنفيذ احكام اعدام لاشخاص تمت محاكمتهم بعيد عن السياقات القانونيه المتعارف عليها. وثالث نقطه اريد اوصلها من قناه. تفضل. اسالك سؤال عني والله، المنتسب العراقي داوم بالجيش العراقي شو يتراسه؟ حقيقه ما عندي علم بهذه المعلومه بالضبط. حسب. أكثر شيء أفضل جندي يعطي فوق مليون دينار. طيب. معقولة منتسب واقف بالسيطرة يوقف سيارة دجاج الحي انطيني دجاجة، سيارة عصير وفواكه انطيني عصير وفواكه، سيارة يفوت انطيني 1000 دينار، سيارة يفوت انطيني 5000 دينار، ذاك الجسر والله ما ينعبر عليه سيارة تعال انطيني 75 عبرك. يعني لمتى هذا الظلم؟ لمتى هذا البوق؟ لمتى هذا التسليب العالم؟ أنا أشكرك أبو زكريا من صلاح الدين، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة مالتك وسؤالك منطقي صراحة. نستمع لأبو فهد من الموصل، تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام أبو فهد، نص صوت التلفزيون للأخير لو سمحت. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذنا العزيز، إحنا عندنا استفسار يعني سؤال حول هذا المانشيت يعني نزل عن قانون العفو العام، يعني بين معالجة نزل للجنة القانونية وأكثر أعضاء البرلمان موصل ومن صلاح الدين ومن دياله أكدوا على أنه وصل للجنة القانونية. طيب.
فاحنا نريد من خلال اذاعتكم وهاي اول شيء بيان المصدر، هل تعرف انت الناس على 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 نار باتجاه هذا القانون؟ تعرف انت فرحه الناس وكيف استبشرت خيرا برئيس الوزراء ناصل للبرلمان، والناس تعرف انت متابعتها لكم وشيء هاي. احنا نحب من عندكم انتم تضغطون على ان قانون العفو العام يصدر، قانون العفو العام يستعجل باقراره. لان تعرف انت ابرياء وناس في السجون، وانت تعرف الوضع العراقي بالخارج، لا كهرباء لا مي لا خدمات لا كذا، شلون السجون يعني انت بس بس تصور هاي الحاله استاذنا العزيز، انت تصور السجون العراقيه شلون صاير بها الحار، الاجواء، الامراض المنتشره بالسجون، النواس سوائل اللي تروح للمواجهات شنو الوضع بيها، وانت تعرف اجواء العراق والتنقل بالعراق. وتكلمنا مع ذوي وتكلمنا مع ذوي المعتقلين وتكلمنا مع معتقلين هم. احنا ردنا بس شغله واحده، احنا ردنا التاكيد على قانون العفو العام، هل له وجود مثلا؟ موجود ما موجود؟ يعني حتى الناس تعرف سبيلها، تعرف اتجاهاتها. انا اشكرك يا ابو فهد، اشكرك طبعا، اعتذر منك لان الوقت ضيق للغايه. بالنسبه لقانون العفو العام طرح من اكثر من جهه سياسيه او شخص او اشخاص موجودين داخل العمليه السياسيه قبل الانتخابات لاغراض انتخابيه، ويعني بسبب ضغوطات ايضا ذوي المعتقلين وبسبب الحرج الواقع على هؤلاء المسؤولين بعد الانتخابات، يعني يطلعون بتصريحات منا شويه منا شويه، لكن واقع الحال يقول لا يوجد اي تنفيذ لغايه الان، ولا يوجد أي جدية أيضا لغاية الآن من قبل السلطات الحاكمة بأحزابها في سبيل إقرار قانون العفو العام. كل ما هو موجود العفو الخاص عن مجرمين وليس حتى عن الأبرياء. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام وننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك لدينا في هذه الحلقة. تحتل حوادث السير الصدارة في أسباب سقوط الضحايا بالعراق، متقدمة بذلك على ضحايا الانهيار الأمني والعنف، وكذلك حوادث الحرائق التي تسجل معدلات مرتفعة بالبلاد. وبدت مشاهد حوادث الطرق وصور الضحايا والعجلات المدمرة مألوفة على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للمتابعين، إذ لا يكاد يمر يوم دون تداول العديد من تلك المقاطع. ولعل أحد الأسباب في زيادة حوادث السير هي الطرقات غير المؤهلة والتي تحتاج غالبيتها إلى تأهيل وإصلاح للتخسفات التي تتركها سيارات الحمل الكبيرة المتحولة إلى شكل أخاديد يصعب السير عليها من قبل السيارات. إذ ما يزال العراق يعتمد على البنى التحتية الخاصة بالجسور والطرق التي شيدت بين سنوات 1950 ولغاية عام 2000، من دون أن تقوم الحكومات التي أعقبت الاحتلال بإنشاء مشاريع لتوسعة تلك الطرق أو إدامتها بشكل يمنح العراقيين قدرا كافيا من الأمان. المزيد من التفاصيل بشأن حوادث السير وخطرها المتفاقم على أرواح المواطنين العراقيين في سياق الإنفوغرافيك الآتي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية.
ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. في الوقت الذي تنفق فيه أو تنفق فيه أموال ضمن ميزانية محافظة البصرة على مشاريع زراعات النخيل، تعاني هذه الأشجار المنتشرة في عدد من شوارع المدينة أو المحافظة من إهمال شديد جعلها عرضة للذبول والاصفرار الذي ينذر بموت هذه الأشجار تدريجيا وسط تذمر المواطنين ومناشداتهم المتكررة للمسؤولين من أجل الحفاظ على المال العام من الهدر والفساد والإهمال المتعمد. دعونا نتابع واسم اليوم، وهو الحملة الوطنية لتشجير البصرة على موقع إكس حاليا تويتر سابقا. شاهد تقول: التشجير يحل كمية هائلة من المشاكل، سواء بتقليل مستوى الكربون بالجو أو خفض درجة حرارة المكان أو بأنه ينتج مساحات ظل للناس وللسيارات وزيادة عدد وزيادة على دوره بتقليل التصحر وتثبيت التربة، وبالتالي تقليل العواصف الترابية بالبصرة تقليل العواصف الترابية نقطة. البصرة بحاجة ماسة للتشجير. طيب، تغريدة من حسن يقول: البصرة تستمر بتسجيل أعلى درجات الحرارة بالعالم، نحتاج نقضي على التصحر ونشجر البصرة. يا بلدية البصرة، مو نقتل الأشجار. حسين يقول: التشجير ضروري ومهم لمدينة تعج بالتلوث من كل مكان، معا لبصرة خضراء. وبنين تقول: والله عيب، محافظة شقدها شكبرها وبيها خيرات الدنيا وما بيها مساحات خضراء، وفوقاها أهالي البصرة يعانون من الأمراض والتلوث اللي دمرنا. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.